انت النهارده الشروق على كام؟ في الصيف بيبقى الشروق على كام؟ والغروب النهارده على كام؟ وفي الصيف بيبقى الغروب على كام؟ ده انت كل يوم في دقيقه فرق في المشرق والمغرب او دقيقتين، يبقى دي مشارق ومغارب. وانا قلت لك من هندسه الفراعنه اللي احتار فيها الناس ان احد الملوك عامل قصر غرفه ليه تشرق الشمس كل يوم من نافذه لا تشرق منها الا في السنه الجايه، كل يوم هندسه معينه معتمده على الفلك والشروق امتى والغروب، تدخل الشمس كل يوم من نافذه 365 نافذه، كل يوم الشمس تدخل من نافذة ما تخش منها تاني يوم، تدخل من اللي جنبها. ايه الهندسة دي وايه العلم ده؟ ليه عرفوا يعني الابراج كيف تكون والشروق كيف يكون والنهار ده يبقى كام وهكذا؟ دراسة قوية جدا وهندسة قوية جدا وعلم بالفلك ملوش حدود. حتى لما حطوا الاهرامات في المكان بتاعها ده، المكان ده عمره ما جاله زلزال. مناطق مصر كلها تزلزل الا هذا المكان. المقطم يتزلزل، الدويقه، الجيزه، بعيد عن منطقه الاهرامات. ويقول لك درسوها جيدا وعرفوا اين الحزام الزلزالي واين يعني بؤر الزلازل، وقال لك هو ده المكان اللي ما تزلزلش. حط هنا القبور بتاعتنا 5000 سنة أو 7000 سنة الأهرامات حصل لهم حاجة، أو أكثر من 3000 سنة خوف وخفرع ومنقرع. فإذا الناس وصلوا من العلم يعني ما لم يصل إليه التكنولوجيا الحديثة، ودلوقتي تدرس حكاية الأهرامات كيف بنيت وكيف المكان الذي اختير فيها والدهاليز اللي جوه الأهرامات والحاجات دي كلها بتدرس في جامعات اوروبا وامريكا، مش عارفين يوصلوا. التحنيط، فن التحنيط، الالوان، في الوان الان، الالوان في الوان تدخل في بعض المعابد في الاقصر واسوان، الوان لم ترمم او لم تجدد، الوان لها بتاع 5000 سنة، الوان لها بتاع 5000 سنة، ومع ذلك الاحمر احمر ما بهتش والازرق ازرق. ده انت بتجيب الراجل النقاش وتقول له هات لي احسن بويه وهات لي احسن مش عارف ايه والحكايه والروايه، بعد شهرين ثلاثه او ما في كملش 6 شهور تلاقي الالوان بهتت. دي الاف السنين واللون على لونه زي ما هو. ومساله التحنيط لحد دلوقتي مش عارفين لها حل. الشاهد من كل ذلك كل هذا العلم، ومهما وصل الإنسان إلى علم إذا لم يصل إلى ربه بهذا العلم فلا وزن لهذا العلم عند الله تبارك وتعالى. بل المفروض إحنا نتعظ بهؤلاء، أدينا بنسير في أماكنهم ونمر على ديارهم، فأين هم؟ تركوا حضارة مجيدة وهم زالوا وبادوا. يبقى ليتنا نتعظ ونعتبر.